يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شجرة يطلق عليها عباد الشمس، فهل يجوز هذا؟ لا، يقولون يعني أنها تدور مع الشمس، ما هو معنى أنها تعبد الشمس، حاشا أن الشجر والجبال أنها تعبد غير الله، مفطورة على عبادة الله والإقرار بتوحيد الله. فالشجرة لأنها تدور مع الشمس، تقابل الشمس في الشرق وفي الغرب، سموها عباد الشمس. نعم.